احنا المشكل اللي عندنا احنا عمال النظافه ديال التعليم، خدامين من 2009 باش بدينا مع باش بدينا في النظافه. كنا خدامين مع النيكو مع النيكاش، مشات النيكاش جات النيكوس، يعني كل عامين كتبدل شركه. كنخدموا بالكونترا، كيديروا لنا الكونترا، كندفعوا وريقاتنا، يعني داك الشيء عندنا مضبوط، ما كاينش شي حاجه. المهم المشكل اللي عندنا حنايا دابا، بدينا من شهر 12، شهر 12 تفسخت العقده، الشركه فسخت العقده مع الاكاديمي. حنايا جالسين بلا خلاص، ما كنتخلصوش، كنتسناو هذا الشهر الشهر الماجي، الشهر هذا الشهر الشهر الماجي. المهم حنايا اساتذه ديال المؤسسات كيتعاملوا معانا، كنخدموا مع الاساتذه. دابا حنا ما خدامين حتى مع واحد، خدامين مع التلامد ومع الاساتذه، راضيين التلامد والاساتذه ديالنا، سمعتيني. المهم حنا الطالب ديالنا هي شكون اللي غيخلصنا في هاد الربع شهور. حنا هادشي اللي باغيين، حنا ما باغيين حتى حاجه. حنا ما كنقيسوا الاكاديمي، ما كنقيسوا نيابه، ما كنقيسوا شركه، ما كنقيسوا حتى واحد. حنا باغيين غير شكون غيخلصنا في هاد الربع شهور اللي خدمنا، لا غير هادشي اللي كنطالبوا. بغينا شي واحد، شي اذن صاغيه اللي تصنت لينا، ما لقيناش شي اذن صاغيه اللي تصنت لينا. حنا المدير الاقليمي كيرتحنا، كيقول لينا حتى واحد ما يجعزكم، حتى واحد ما يخرجكم، حتى واحد ما يفرض عليكم. هذه هي الهضره اللي كنسمعوا من المدير الاقليمي ملي كنمشيو عنده. صافي، هذا هو الكلام اللي عندي انا. حنا عامله النظافه ياك ديال الجهه ديال الرباط سلا قنيطره، شهر 12 سالت الشركه اللي كانت واخده العقده مع الاكاديمي، سالت من تما الان بقى ما جدناش العقده مع حتى شي شركه، بقى ما دخلت حتى شي شركه. حنا خدامين، ما قالوا لينا لا سيروا بحالكم، ما كاينه الشركه، لا جلسوا هي الشركه كاينه. المهم ربع شهور حنا جالسين دابا خدامين فابور، يعني ما عارفينش شنو شي جهه اللي غادي تسول ليها مسؤوله تيقول لك ها هي الشركه غادي تدخل اليوم، ها هي الشركه غادي تدخل غدا. وقتها شي حاجه يعني في ارض الواقع ما شناش شي حاجه في ارض الواقع، في ارض الواقع باقي ما لقينا والو. ربع شهور حنا جالسين خدامين فابور، يعني ما كاينش شي حد اللي كيعطيك شي درهم. الاكاديمي حنا كنخدموا بالكونترا مع الشركات اللي كتدخل كتحل المارشي، الاكاديمي باقا ما حلتش المارشي. مشينا قالنا حقا، مشينا قبل العطله مشينا الاكاديمي وقفنا تما، كاينه دخلوا جوج عيالات قالوا لهم حقا هي الشركه غادي تدخل، هي غادي في هذه العطله غادي تقاد الوضعيه ديالكم هذه ما هذه. باقي العطله دازت، كل شيء داز، شهر اخر عاوتاني دابا باقي ما كاين اللي خدام، كاين اللي وقف، كاين اللي مسكينه خدامه، كاين اللي عيات ما لقات ما دير، راهي وقفت عاوتاني كتمشي كطل وتجي في المدرسه. يعني العيالات كيخدموا كيشطبوا تيسيقوا تيديروا كل شيء، ولكن راه ما كايناش شي خدمه، شي شركه اللي غادي تخلصهم ولا شي اجر كياخذوا، ما كياخذوش. تسعسعين حنا خدامين مع الشركه، منين جيت اول مره خدامين اختي، زعما تجي الشركه تبدل زعما تخدموني خلصونا. الشركه اختي مشات وبقينا جالسين بلا خلاص، تنسبوا الوراق ديالنا ندفعوا من النيابه، صافي تنخدموا مزيان، تيخلصونا في الشهر ديالنا، دوزنا البنك الفلوس ديالنا، ديرنا 26 نتخلصوا. قلت لها دابا ملي مشات الشركه في شهر واحد ما كاين لا خلص لا والو، ربع شهر دابا صافي باقي الخدامين تنضربوا تمارين ما كاين خدمه فلوس لا والو. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.